لما جاء انت بتشوفه بتاع مثلا في السودان لما نحن نشأنا في الخمسينات ما في بيت بيودوها المدرسة. في الحقيقة في نزاع الأولاد ذاته اللي يمشي المدرسة. ولك الولد ما تقرر قرشه. هذه البلاد انتهينا. بعد شوية لما بقى في الحلة بيجي ولد آخر السنة شايل شنطته ومغير كده ولابس له قمصان. فبقى حاجة محمد أحمد بيشوف ولد حاج إبراهيم بيقرأ الجواب وكده. فبقى يودي ولده للمدرسة. بعد شوية الأولاد بيجوا يمشوا للمدرسة. لما جاء موكت ناس سيد الشيخ بكر بدر عليه رحمه الله وشيخ لطفي وجابوا بناتهم للمدارس اتضح انه البنات البكر دي زي الاولاد. بعدين كبرت المدارس وانا عشت في القرى الناس اللي كانوا معارضين قرايه الاولاد لما تسالوا حاج محمد امبارح كنت وين والله وديت البيت للمدرسه وجيت ذاته نفسه مش كان معترض على قرايه البيت معترض على قرايه اخوها انتهى بالزمن في فتره وجيزه شايل البيت ذاته موديه المدرسه. هذا التطور اللي انت كنت شفته بعينك. لما جاء البنات قرروا دخل المدارس بيقول لك والله مشوا الامتحان اللجنه في وقتنا يعني الوقت ده. فبيجي للمدارس الوقت ده كان في ضغط شديد جدا جدا، احنا كنا بنقرا مثلا في شرق النيل الازرق بنجتمع من الشبارقه لو انت بتعرف المنطقه دي الى كوترانج من هناك للهلاليه، دي منطقه بعيده في شرق النيل الازرق. بنجي في الفاعه فيها فصل واحد. في المنافسه دي بيدخل البنات اولاد بيرجعوا. دي اسمها المذاكرة. نخلي الكراسات في البيت والكتب ونجي. اتضح انه في بنات بيدخلوا الثانوي العام واولاد بيرجعوا. ها؟ هذه حقيقة جديدة برضه. بعد شوية بنات بيدخلوا الثانوي العام بيذاكروا ويذكروا نفسهم. دي ما بتقدر تقرا لها الآية أن تضل إحداهما أو تذكر إحداهما الأخرى. لأنه اتضح انه في أولاد بيضلوا برضه. وفي أولاد بنات بيتذكروا كويس. بيدخلوا الجامعة. بيبقى بيمشي للطب، بيمشي للهندسة. واولاد بيشلحوهم زي ما بيقولوا من الجامعه. فلما جات التجربه اتضح انه البيت دي بتتذكر احسن، في الحقيقه بتقرا قانون. طيب اذا بقت عندها دكتوراه في القانون لا يمكن تقول ان تضل احداهما وتذكر احداهما الاخرى، اجيب دكتوراه في القانون واجيب راعي من حلتنا اقول لهم ديل راعي ده ان ما قرا ايش هذا الشيء هذا؟ دكتور الدين شغلتين دي مع زميلتك. الكلام ده ما بيركب في الراس. ده الله عنده له حل. فالانجل دي بدات ماشيه لحد ما وصلنا بها الليله دي. جات حكايه جديده، هل الاسلام بعاليه ولا ما بعاليه؟ لما تبقى قصه الهاي ويز دي صحيح. الهاي ويز دي النسوان ما بيشتغلوا فيها ولا ما بيشتغلوا فيها؟ ابدا. انا ما بقدر. لانه القصه جايينها في المساواه ودي ذاتها النسوان في نسوان بيشتغلوا في الهاي وي. ونحن ما بنقدر، في نسوان في الجيش، في نسوان اليوم في العراق لابسات فول جير. درجة الحرارة 140 مؤكد لو ودوا أي واحد فينا ما بيقدر على العرض. لكن المساواة اللي احنا نتكلم عنها ما مساواة الميزان والمسطرة، يعني ما بقول الرجل اللي عنده سكري وهارد هارد ده أسه ثلاثة منه قصاد واحد. يعني لو نمشي للبنية البشرية دي خالص لقصة بنية قوته. القصة دي قايمة على أن المرأة في نفسها كمواطنة في في نفسها كإنسانة في المجتمع كمواطنة مساوية للرجل في نفسه كإنسان. في مجتمع كمواطن بغض النظر عن نوع الوظيفه. لانه انت مما تمشي للرجال زي ده حتجي للرجال نفسهم. والله المهندس بتاع الميكانيكا احسن من مهندس الكهرباء لاسباب الاتيه، ولذلك لازم يكون اثنين مهندسين ميكانيكا بيساوي ثلاثه من المدنيين ولا من كده. وبعدين الزول الضعيف البنيه، الزول مثلا معروف انه عنده مثلا سكري، عنده ضغط، عنده كده ديل كمان نحطهم براهم. يعني القصة دي ما قايمة على نوع العمل اللي بنعمله ولا على نوع القوة الجسمانية. القصة دي قايمة على الحقوق عند الله وعلى الإنسان كإنسان عنده عقل وقلب. ولذلك نوع الشغل والهاي ويز ولا شغالة في كمبيوتر. ده أصله ما يدخل في السياق. لكن المرأة الليلة دي لما أنت تشوف الآيات الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فضل الله بعضهم على بعض في القرن السابع حارسة بالسيف والحصان. الليله ما اصبح الفضيله دي قايمه. القانون حامي الرجال والنساء وقد يكون القانون ده بتنفس فيه المراه. يبقى ما الفضيله دي ما قايمه وبما انفقوا من اموالهم ما قايمه لانه الليله ممكن تكون في مره تصرف على كثير من الرجال. فيبقى الحقيقتين اللي قايمه تاريخيا عليهن الرجال وقوامون على النساء اصبح الليله ما قايمه. ولذلك بتمشي وليلهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المعروف كل عرف يخدم غرض الدين. خذ العفو وامر بالعرف واعرض على الجاهلين. اي عرف
بيخدم الغرض الأساسي فيه أن الرجال والنساء أمام الله مساوين ولا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ونرثه ما يقول ويأتينا فردا مساوين الرجل والمرأة في القرن السابع ما كانوا مساوين لأن المجتمع ما كان بيحتمل والفرد ما كان بيحتمل الليلة الفرد بيحتمل والمجتمع بيحتمل والله عايز كده عشان كده بنرتفع اليوم ولذلك المساواة بتكون بين الرجال والنساء بغض النظر عن نوع الوظيفة اللي بيعملوها أو قوتهم الجسمانية أو الكلام المرأة عاطفية والمرأة ما عارف ده كلام بعيد ده بقول وعاص ده كلام ناس ولا أولية المرأة هسه لو وقع الطفل ده بيجري على الرجل ما بيجري على الطفل ده أنا ذاته ما داري معه علاقة يعني الرجل بيشوف للطفل يقول هسه لو وقع طفل تلقيت زول متحمس وبقفطان لو وقع طفل هسه بتجري على المرأة ولا الرجل إذا في رجل ده رجل فيه خلل إذا بيشوف للطفل واقع ما بيجري عليه شكلوه يعني بعدين الناس دي لما يلقوا مجالا بيقولوا كلام أنا شفت واعز وحاجيبه أنا في ندوة النساء إن شاء الله اللي حنعملها في الرد على هاشم هاشم الإمام قال من الآيات المتميزة في القرآن واضربوهن دي قال لأنه ده كتالوج قال أي هسه آلة يجيبوا معاه كتالوج فقال المرة دي جابوا معاه الكتالوج بتاع الدقدة أكيد يا دكتور النسوان ده حق نرجع لها ها جاي النسوان ده حق نرجع لها فين النسوان مستحبوا الدقدة كويس وجهة نظر يعني في نسوان بيستحق الدقدة قال لا ما دار أقول لك أنه يعني بيستحق الدقدة كل قاعدة لا كل قاعدة لا استثناء يعني القاعدة ما يدقون لكن ربنا ما قال واضربوهن نساء بدون سبب يعني يمكن يكون ده مرحلة لكن في الوقت ذاك يمكن مرحلة لكن لا يقول اللي في نسوان بيستحقوا الدق يعني ولا الرجال بيستحقوا الدق لا 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 أنا ما منازع أنا ما منازع أول حاجة ما في منازع عنه في نسوان الليلة عندهم مشاكل لكن في رجال عندهم مشاكل إحنا بس عايزين المساواة إحنا دارين المساواة دي إحنا ما جالسين هنا نقول والله النساء خلاص على الصراط المستقيم لأنه في نفس الوقت ما الرجال ما على الصراط المستقيم المرأة إذا بقت مستحقة للدق في رجال كثيرين بيستحقوا الدق وزيادة اللي بتستحق الدق دي الزول يمشي بالطرق القانونية ياخذ حقه وهي تمشي بالطرق القانونية تاخذ حقها دي المساواة لا قلت هي الدق هو بقى الدق يا سكران تدي دقة في راسه وتكون في راسه مية حارة باردة وتمسكه يعني تتجنب الوجه زي ما قال فالمساواة يعني دي القضية الأساسية المطروحة أنه تكون في مساواة داير تديها أنت المشاكل اللي بتتم في البيوت دي داير أنت حلوة بالدق تكون هي الدق وهو الدق قلت لا الكلام ده الحياة يعني جاوزته لأنه أنت لما انت تدق يعني كانك انت بقيت القاضي اول حاجه قررتها انها هي فارقت وبعدين قررت كميه العقوبه وبعدين نفذتها فانت القوه التشريعيه هنا والقضائيه والتنفيذيه فده الموضوع ده الزمن فوته الظلم والظلم من زوجته في قانون بعدين انا القضيه ذاتي في الدين المراه والرجل العلاقه بينها يا دكتور علي موده ورحمه لما انتصل الحد في طريقة تانية لفصلها فإن غبتم شقاقين ما فبعث حكما من أهلي وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفر الله بينهم إذا هي بتستمر بالدرجة دي زوجاته ما حقه يتجنب معه ولا يتجنب معه يعني الحياة بتمرق من إطارة خالص لو أنت أديت الفرصة دي بعدين إحنا في وقت يعني أنت ما ممكن تدعو للإسلام وتدي زول في بيته الحق أن يطرق الآخر الصورة اللي بتقدم بها الإسلام ده يا جماعة الإسلام ده ما متروح لأحمد ومحل أحمد الإسلام ده متروح لبيتر وتشارلز وبينافس في أفكار أخرى في عهد الاتصال ده وفي فلسفات أخرى وإذا ما تقدم بمستوى منطقي وبعد ناس ذاته مارسوا في هذا المستوى الناس حيخرجوا منه كل يوم ده الإشكال يعني الدين من حيث هو دين مواجه بالتحدي اليوم لكن الإسلام وسط الأديان مواجهة بتحدي برضه وبتحدي أكبر فنحن بنحتاج النظرية ذات أول حاجة نكون عندنا نظرية يكون الإنسان فيها متماسك وتقنع العقول الذكية
وتكلم عن مستقبل البشريه دي ماشي في هذا الاتجاه عشان ما تصارع الافكار والاديان الاخرى دي. فده السبب اللي بيخلي انه اذا زول اخترع عنه في نساء بيحتاجوا الدك يعرف انه في نفس الوقت في رجال بيحتاجوا الدك ونخرج بطريقه للحل. اما انه نديهم الحق الاثنين يدقوا بعض او نقول والله الاثنين الحق ده ما في يده ولا انه في قانون المضرر منه هو يشتكي وللحياه دي بقت للدرجه ما بتستطيق تتفاصل. فدي دي المساله. نعم استاذ عمر فنجيك. نعم في البداية نشكرك على الشرح الواضح. أنا عندي سؤال للأسف أقوله، يعني هل الأخوان الجمهوريين هم فرقة طائفة حزب مثلا؟ جاي جدا. احنا ما انا شخصيا ما شايف في الاسماء دي كلها مشكله. اذا قلت دي فرقه او قلت دي حزب او قلت دي طائفه او جماعه، المهم احنا مجموعه بتاعت خلق من خلق الله من الرجال والنساء منؤمن بالفكر ده بتاع الاستاذ محمد طه. ممكن نكون حزب في مرحله، كان اسمنا الحزب الجمهوري، وفي مرحله من المراحل اسمنا الاخوان الجمهوريين، والفكرة الجمهورية دي اسمها الفكرة الجمهورية، اسمها الدعوة الإسلامية الجديدة، ممكن تسميها رسالة ثانية للإسلام. فالمهم المحتوى عندنا نحن. فنحن ما شايف، أنا ما شايف في فكرة قلت فرقة الجمهوريين ولا قلت حزب الجمهوريين ولا قلت طائفة الجمهوريين ولا قلت جماعة الجمهوريين أو قلت الأخوان الجمهوريين أو قلت أتباع محمود محمد طه أو قلت تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه، كل هذا ما في مشكلة. ولذلك نحن جماعة بندعو لطريق النبي صلى الله عليه وسلم، بنعتقد أنه الدين الإسلامي ده غير ما في حل، وإذا ما يرجع الناس للغيمة دي ولتقليد النبي صلى الله عليه وسلم ما بحلوا مشاكلهم في الدنيا وما بيستعدوا للحياة الأخرى. والناس سهمون الحياة الدنيا دي، لكن الحياة الدنيا دي ما في لها سبيل إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الدائرة الكسرى والدائرة تنظيم الاقتصاد والدائرة صحة النفسية، طريق واحد طريق النبي صلى الله عليه وسلم، دي جماعة الجمهوريين. بعد سمينا ما تشاء بس يكون ما اسم فيه يعني زي ما بيقولوا ميليشيا ولا كده، يعني ما بشبهنا، احنا ما جماعة مسلحة، احنا جماعة مسالمة بندعو إلى الله على بصيرة وبالتي هي أحسن. فما في مانع من أنك تسمينا إذا شئت قلت طائفة الجمهوريين، يعني ما حنجي نقول لك ليه سميتنا الطائفة أو قلت جماعة الجمهوريين أو قلت تلامذة الأستاذ محمد طه، كله مقبول عندنا ما في مشكلة. نعم أستاذ بديك الفرصة الجاية بعد. نعم طبعا عندي فرصة سعيدة، أول مرة يعني أحضر ندوة للدكتور دالي، وأنا ما بسمي الدكتور دالي بسمي المتواضع دالي، لأنه راجل أحكي له في حاجة بسيطة جدا قابلتها. هذا الشخص في واحدة من رمضانيات في قطر، يعني ما طولت شغلان، يعني ما يعني تقريبا قبل كذا سنة، وكنا قاعدين جنب بعض، و بعض الاخوان قال لي اخذته من امريكا، عرفوا بعضكم؟ قلت له انا متوكي. قال لي انا دالي. قال لي انت من وين؟ قلت له انا من ارلينتون. انت من وين؟ قال لي انا من الكسندريه. قال لي انا دالي. فاسم دالي ده بالمناسبه يعني عايز، طبعا ما عندي اي يعني ذخيره بتاعتي في السياسه وفي كل الاشياء ضعيفه جدا، فانا اقول لاخوك منو او زوجتك اسمها منو او كذا، عشان عارف دالي ده مني، يعني في امكانه يقول لي يا اخي انا دالي، دكتور دالي من الاخوان الجمهوريين وهذا وذاك، لكن تواضع لي وخذ الحكايه انها تكون مسطحه الله يفتح عليك. فده اسلوب جميل جدا بالمناسبه من دالي. السؤال بتاعي يا استاذ دالي، في اشياء دالي ممكن تكون انت من الدكتور دالي لدالي الشعبي، يعني ممكن اجل مره جادي القى الحجره كلها مليانه شباب في سن 18 الى 35 سنه، ممكن الحكايه تحصل. الشيء الثاني، يعني انت ممكن كيف تكون تطلع من دالي من جامعه الخرطوم الى الدالي الشعبي بتاع سوق درمان؟ ممكن تتنازل للشيء ده ويكون لك، يعني انا عندك الامكانيات تعمل الشيء ده، لكن كيف؟ دي طبعا بخليها لك انت. الشيء الثاني، السؤال الثاني سؤال برضه بطرحه بسرعه جدا، قبل كده هبشت المجدد، انا اقول له الإمام المهدي، لا
لان احتمال تكون المهدي دي تكلم ما متحبذه بقول المجدي زي ما قال جدا عليه يعني جدا رحمه الله عليه ودائما بقول لي استاذي دائما بقول استاذي محمد احمد عمره ما قال المهدي وعمره ما قال لي يا متوكل اذا انت ما امنت بالمهدي انك كفرت وهذا قبل كده الكلام ده قلت انت في الندوه فالحي ده اقول لك بكل امانه عشت في عشت مع اسره ومع مع راجل جدا تربى على يد المهدي الاستاذ على يد المهدي اكثر اشياء ادانا ليها نحن انه ربانا على الاسرار والاشياء الصوفيه البحته اللي بتثبتنا في دنيانا وفي اخرانا عمرنا ما قال لنا وحتى هو ذكر قال لي يا متوكل انا من ذريتي ما حيكون في لا بوليس لا حيكون في جياش والى الان في اسرتنا لا في بوليس لا في جياش دي اشياء خدتها علينا نحن يعني الله يمهم يعني راجل كان ذو حكمه وذو علم ويعني واحده من حكمه واعطاني اسرار انه كيف اتحصل وكيف اتحجب في كل خطوه انا عمري الوقت ده كان عمري 7 سنين في الابتدائي كنت بشيل المنقله بتاعتي عشان امشي الربك بمشي المخازن العيش عشان اشرق طير بقول لي الطير ده انت ما عنده سيده تعال خد المنقله بتاعتك دي هنا وتقبض الطير كان بيجي نازل بقول لي انت لو انسان مؤمن رزق بيجي في مكانك فده رساله المهدي بالمناسبه يعني لهذا السبب بقول لك انت ممكن يعني ممكن يعني اتاك الصادق او الاولاد الصادق ذريته حتى ذريته منحرفوا من الشيء جابه المهدي هو التجديد التجديد الاسلامي الشيء الثاني والله برضه حاجه جميله جدا عملت كورنيشن جميل جدا بالمناسبه مقارنه ما بين الراتب وعندنا اخونا من اخونا يعني سافرنا معه الى مراكش وقعدنا وجدنا انه الراتب ده وكل الادله الصوفيه تكاد انها تكون من مصدر ومن سراج واحد فهل الجمهوريين دي وانا بحترم الجمهوريين احترام شديد جدا وبقدر الاستاذ الشهيد محمود محمود طه تقدير شهيد جدا هل الجمهوريين دي برضه ممكن يصلوا الى درجه يكون مثلا زي التجانيين 97 مليون تجاني ويأثروا في كل منطقة زي ما أثرت التجانية حسي عندها تأثير جميل جدا إنه تكاد إنه أكثر في منطقة أفريقيا بالذات أكثر حتة آمنة وفيها سلام هي غرب أفريقيا لأنه فيها الحركة التجانية حركة صوفية يعني هل ممكن الشيء ده ممكن يحصل؟ ما كويس جدا ممكن وانا اسف يعني 3 اسئله لكن ما في مشكله ايوه دي الاسئله كلها عايز اسالك بها لو شكرا جزيلا على رايك فينا ونرجع ان نكون متواضعين هل ممكن يكون ده للشعبي اذا بتقصد للشعبي اني اقدر اخاطب انه اخاطب الناس في الغرى وفي كده ايوه نعم انا يعني صاحب حاضر الناس هنا لكن انا بمشي الغرى وبجنب في مع الناس في البروش وانا بعرف محلات في السودان كثيره جدا جدا بعرف يعني الناس اللي كلمتهم فيها بركب القطر وبنزل منه بركب الحمار وبركب المركب وبلف في الغرى دي يعني بس نظام صار نعم برضه انت ما سؤاليك ما في انا عارفك انك انسان عارف تاريخك كويس لانه قريت عنك نعم انا دارك شو دارك يعني اديك مثال بسيط امسك المرحوم المرحوم البرعي لا يتكلم عنده كم محب شاب هل ممكن الشيء ده يحصل؟ هل ده جايك له؟ جايك له ده نحن بنخاطب الناس المتعلمين والاميين لانه الدين لكل شخص يعني والحقيقه مرات بيكون استجابه عند الاميين اكثر من المتعلمين لانه المتعلم مرات التعلم بيجي معاه تكبر قصه التواضع اللي قلتها هذه مهمه يعني جدا أيوة. لانه المويه زي ما بقول لك بتمشي محل الانخفاض مش كده؟ طبعا ولذلك في الدين من دلاله الدين الانسان يكون منخفض
المتكبر المويه ما بتجي في في المنطقه العاليه، دائما بتنزل منها. فإذا بالمعنى ده نحن هاي بيجون الناس بنكون شعبيين والناس بيجونا والشباب حيجوا، والحقيقه ما بزول ما بيجينا في دعوتنا دي احنا راينا فيها. بالمعنى ده بيجوا ما في مشكله 18 و80 وكل شيء، يعني لان دي لكل زول. كلامك عن المهدي وعن جدك، انا اصلا نازع سوداني في كرم اخلاقه، لان الاستاذ محمود عنده انه الشعب السوداني شعب متميز. وشعب قال حفظت عليه من قصائد الطبائع ما سيجعلهم انتقاء الارض باسباب السماء. قال لا يهولن احد كون السودان جاهلا خاملا صغيرا، فان عنايه الله قد حفظت على اهلي من قصائد الطبائع ما سيجعلهم نقطه التقاء الارض باسباب السماء. ولما نزلت سورة في الواقعة سلة من الأولين وقليل من الآخرين، سيدنا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم سلة من الأولين وقليل منا يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك آخر السورة سنة، قال فنزلت سلة من الأولين وسلة من الآخرين. فقال لي اسمع يا عمر، إن من آدم وإلي سلة وأمتي سلة، ولن نستكمل سلتنا حتى نستعين برعاة الإبل من السودان ممن شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. رجع للحديث تلقاه في ابن كثير. فنحن عندنا صيغة غير محدودة في الشعب السوداني في أخلاقه. السودان مقصود سواد الناس وليس السودانيين، محتمل الناس السودان. محتمل، لكن ده برضه محتمل، لأن النبي ذاته النبي لأنه منبأ بالغيب وبعرف السودان والخرائط المقبلة وكل شيء. يعني لأنه عنده علم الأولين والآخرين. فده وارد وده وارد. قال لي إن من آدم وإلي سلة وأمتي سلة، ولن نستكمل سلتنا حتى نستعين برعاة الإبل من السودان ممن شهد لا إله إلا الله. تلقى في ابن كثير في تفسير سورة الواقعة. من السودان؟ نعم. سبحان الله. ولذلك إحنا ما أصل إحنا كون الجدود دير والبركة عندهم، والواحد بيطلع فطور برا للزول وبيزرع بيقول خلينا من قصب دير البهايم تجي ترعى، ولما تطلع البامية بيقسموا لناس الفريق، ولما تلد المرب والدولاب اللبن من الناي وكده. ده شغل السودانيين. السودانيين ما عندهم فنادق يا اخي، صح؟ انت ما في زول بيخطط يقول انا ماشي الغريه الفلانيه نازل في فندق في الخلاوي، كل زول عنده في الديوان ده اهم حاجه في البيت، مش كده؟ ما في شعب في الارض زي السوداني. احنا السودان ده ما مشينا قرى ونعرف تفاصيله كثير. احنا ايمان غير محدود بالشعب السوداني. ولذلك جدك وجد الناس كلهم احنا سعيين فيهم الخير. الجيل الجديد ده خربت الانغاز، المشكله ده اللي احنا يعني عندنا معاه القضيه.